سيد الرئيس، سيد الوزير توجه لنا فيما يتعلق بالمجموعة النيابية والحضور. أنا عندي التوقيعات هنايا، جميع النواب والنائبات كلهم حاضرين ما عدا عندي اعتذار واحد. شنو المشكل؟ بالتالي لا ما يبقى يقولنا ودي المجموعة ولا ماشي المجموعة. وثانيا هذا شأن ديالنا احنا الداخلي، احنا ملي تكلمنا له على الحكومة، الحكومة تكلمنا له بالدستور فصل 148 كيقول لك المجلس الأعلى للحسابات كيدير التقرير ديالو وكيجي لهذا المجلس للمناقشة، ماشي لتلاوة الكلمات نتاع القطاعات الحكومية. أي مناقشة هذه؟ واش هذا هذه المؤسسة هذه واش دارت المناقشة ولا باش يبقى كل واحد ينوب على الآخر؟ لا احنا كنتكلموا دستوريا. الجزء الأول يعني كيدخل في العلاقة في التنظيم في هذه، متفق معك. الجزء نعم. الثاني أو الثاني غنفتحوا الباب للنقاش. لا لا دابا غير السيد الوزير قال لك أودي راه كاين تضامن، التضامن فينا هو النقاش، حنا بغينا النقاش. دابا النواب تكلموا ما الحكومة لا تسمع ولا تتجاوب ولا تناقش، واش حنا هذا محل يجي ويقراو لنا الكلمات؟ هذا هو المشكل. مسألة ثالثة وهذا رجاء دابا دي مداخلة ولا نقطة نظام؟ دابا حنا غير كنتكلموا، قلتي الأمور ما خصنا نتكلم عليها. قضية الماء رجاء وكنتوجهوا للحكومة ما نديروش المزايدات، لأن إلا جبدتوا لنا هذا الشيء خصنا نجاوبوكم، وحنا احتراما لخطاب جلالة الملك ما كنخليو المزايدات. خليه يكمل سيدي، أنا اللي كنقرر ماشي أنت. تفضل. النقطة الرابعة السيد الرئيس، وتوجهتي لي وقلتي لي بأنني أنا وقفت اللجنة. السيد الرئيس أنت المفروض فيك أنك كتحمي المؤسسة وكتنوب على النواب، إلا قالوا لك شي حاجة على الأقل المعني بالأمر خاصك تستمع له. دابا أنت أصدرت عليا حكم بأنني أنا اللي وقفت اللجنة، بأن هذا بحال شي واحد اللي كيدير الفوضى في هذه المؤسسة هذه. فأنا رجاء السيد الرئيس، أنا كنت درت نقطة نظام في الجلسة اللي كان فيها رئيس الحكومة اللي توجه بها للسيدة النائبة بواحد الطريقة غير لائقة، ومن اللي قلتي لي قلنا ما كاينش السيد راه واش نناقشوا متحضرين ولا غادي نحيدوا هذه القواعد كلها ونرجعوها منطقة غاب مجتمع بدائي واللي عجبته شي حاجة يديرها في القرن 21؟ خلنا نسمعوا لبعضنا، خلنا نسمعوا للسيد النائب. تفضل السيد النائب. فأنا عندي رجاء السيد وملتمس السيد الرئيس أنك أنت راك مستأمن على هذه المؤسسة وعلى السيدات والسادة النواب، إلا شتي شي حاجة اللي ماشي هي هذيك يجب عليكم ومن مسؤوليتكم أن تتدخلوا لإرجاع الأمور إلى نصابها. إلا سمعتي على شي نائب ولا شي نائبة شي حاجة ما مزياناش استدعينا السيد الرئيس، وديك الساعة نقول لك واللي حكمتي علينا احنا راضين به. شكرا. شكرا سيد نائب. سي عبد العزيز سيد نائب. شكرا سيد رئيس. انا كلمه سيد رئيس اعتبرها دخلة في اطار تتمد مناقشه وليست نقطه نظام، لانه الامور اللي متعلقه بتنظيم الجلسه انتم رئيس الجلسه وتتخذون القرار الذي ترونه مناسبا في احترام تام للنظام الداخلي لمجلسنا هذا. لكن أن نسمع في عدة مناسبات كل ما جت الحكومة وعبرت عن موقفها أو لرأيها في موضوع ما ونتهمها مسألة المزايدات، لن نقبل. السيد رئيس، موضوع الماء يعرفه الجميع، كان تأخر كبير وإحنا تقريبا هذه اكثر من 16 سنه وحنا في هذه المؤسسه التشريعيه ومتبعين جميع الاستراتيجيات القطاعيه بما في ذلك الاستراتيجيه المتكلمه بقطاع الماء. هناك تاخر في انجاز مشاريع الماء، وان اليوم بلادنا والحكومه كتادي الضريبه عاليا من اجل التسريع في انجاز وتيله هذا الماء الشروب. وخير دليل هو المشروع ديال الربط بين الاحواض اللي كلفنا مبالغ ماليه ضخمه. هادشي ما كنقولوش سيد الرئيس في اطار استمراريات المرفق العمومي واحتراما للعمل اللي قاموا به الحكومات السابقه، ولكن أنا يجب ان نسمي الامور بمسمياتها. ولهذا سيد الرئيس ارجوك ان هذه المساله المزايدات اللي تقال داخل الجلسه في موضوع الماء التمس منكم ان تسحب من محضر الجلسه. شكرا. شكرا السيد الرئيس.
كتجبدوا ملي كيبداو يغوتوا كتبداو كطلبوا مني المعامله بالمثل. لا ما سي ابراهيم ما كندويش معاك، راه والبادئ اظلم، راه ما يمكنش، ما يمكنش انا الطرف نسكتو نضغط عليه وطرف الاخر لا، خص توازن. تفضل السيد الرئيس. السيد الرئيس انا غادي نحترم النظام الداخلي وغادي نتدخل في اطار. اسمح لي السيد الوزير، اسمح لي. تفضل تفضل السيد الرئيس. ما كاين مشكل. السيد الرئيس انا غادي نحترم النظام الداخلي لان ندير راسي ما سمعتش الامور اللي تقالت، لان خارج نقطه النظام، نقطه النظام اللي تخادت خارج نقطه النظام، وانا ما غاديش نجاوب لان ربما غتجي فرص وغادي نجاوبوا في الوقت المناسب. تبقى الماده 131 132 اللي كتربط العلاقه ديالنا مع الهيئه الدستوريه والمحكمه الدستوريه المجلس على الحسابات. صحيح كاين واحد الغموض في النظام الداخلي، في الدستور كيقول لك المناقشه، جا النظام الداخلي فصلها مناقشه بحضور الحكومه، ستكون حاضره الحكومه، والحكومه الا بغات تعطي بعض البيانات والتوضيحات ما كيقولش واش غتجاوب، يعني كاين واحد الغموض واش غتجاوب مع 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 التدخلات ديال الساده النواب ولا ما تجاوبش، يعني بحضور الحكومه. 331 داك الشيء 332 صافي واحد 32 هو اللي كيهضر على الطريقه، ولكن ملي كنرجعوا كيقول لك مناصفه الوقت اللي غتاخذوا الحكومه ولا ياخذوا السيدات والساده النواب، هنا التاويل كيرجع بان باش تتفاعل معنا، باش تتفاعل مع النواب، لان في الاول كاين غموض كيقول لك الا بغات تعطي بيانات، ولكن ملي كتعطي نصف الوقت بحال وبحال السيدات والساده النواب انا خصها تتفاعل معنا، اولا الاجوبه راه في التقرير ديال المجلس على الحسابات كتقول لك هل جواب الحكومه، راه كاين في التقرير، راه ديجا جاوبات الملاحظات ديالها. هذه الاولى. المساله الثانيه، اليوم حنا كنواب معارضه واغلبيه نحافظوا على المؤسسه والسمعه ديال المؤسسه، هاد الجلسه راه منقوله، المواطن كيشوفها، ما حاضرينش 70 واحد، هادشي الغياب ظاهره ديال جميع الفرق بما فيهم حنا. يعني اليوم ملي كيشوفوا السيدات والساده النواب التلفازه من العشره حتى الوحده وهي كاينه وحضور، هذا اولا كنهينوا المؤسسه ديالنا، كنهينوا هذاك التقرير اللي جا، وزير ما حاضرش وكيتفاعل، يعني ما كيتفاعلش معنا كنواب، كيتفاعل مع التقرير اللي هو ديجا عطاه. هاد المساله بغيناها السيد الرئيس في المكتب وفي علاقتكم مع الحكومه ما بغيناهاش تكرر. شكرا. شكرا. السيد الوزير شنو؟ تفضل. كلمة ديال من؟ تفضل. لا 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 ماشي اولا تفضل. انا ساتفاعل بكل هدوء دون ان يعني اثير لغطا او ردود افعال. سيد رئيس السي رشيد الحموني، انا متفق معك في الكلام اللي قلتي، كل من بدايته الى نهايته، والحكومه تعمل كل ما وسعها باش تحضر وباش تستمع وباش تفعل. كانت بعض الاكراهات اليوم هذا الصباح هذا، وكان واضح بانه كانت اجتماعات وكان كذا وكان كذا، لكن شوف انا هنا لكي ادافع عن الحكومه وانا في هذه القبه، لكن حينما اذهب الى المجلس الحكومي انا ادافع عن البرلمان، فبالتالي لكي نحافظ على هذا التوازن ما بين المؤسستين. غادي استسمحك سيد الرئيس في تضمين فقط للمحضر دون ان اقراها كلمات ديال من مداخله ديال وزير الصناعه. وزير الصناعه تفضل.